المرأة التي تموت على ولاد على نفاس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شهيدة ولكنها تغسل. المراد بالشهيد ها هنا الذي قتل في المعركة فيما بين المسلمين والكافرين. أما من سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا فليس بشهيد، شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. أما في مسألة التكفير في مسألة الغسل فلا، فهو يغسل كغيره. فإذا قيل لكم فلان مات بالحريق أو فلان ماتت على أولاد فهل نغسل هؤلاء؟ قلوا غسلها، قلوا أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنهم شهداء؟ قلوا بلى نعم. ولكن المراد في الأحاديث أن الشهيد لا يغسل، المراد شهيد المعركة الذي قتل في البابين المسلمين والكافرين. أما من قتل في البصر مثل ما عمر بن الخطاب حينما قتله أبو لولا قلام المغير بن شعبة فإنه يغسل، مثل علي بن أبي طالب الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم فإنه يغسل. إنما المراد به الشهيد الذي لا يغسل الذي قتل في المعركة ما بين المسلمين والكافرين. والخلاصة لهذا الفصل أنه قد اشتمل على عدة أحكام. الحكم الأول أن غسل الميت واجب على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقوم جميعا آثموا جميعا. المسألة الثانية القريب أو لا من قريبه. المسألة الثالثة أحد الزوجين أولى من غيرهما، المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. المسألة التي بعدها أن الغسل يكون إما 7 أو 9 أو 5 أو 3، وأن يكون بين الغسلات سدر والكافور ويكون في آخر الأمر لأجل يجفف الرطوبة. أخيرا الشهيد الذي قتل في المعركة لا يغسل، لا يغسل الشهيد الذي قتل في المعركة. أما من قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شهيد، من قاتل دون ماله فهو شهيد، فقتل فهو شهيد، من قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد، من قاتل دون دينه فقتل فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد، من ماتت على نفاس فهي شهيدة، من مات بالحريق فهو شهيد، من مات بالغرق فهو شهيد، من ترتى من صبحة البيت أو من الجبل فهو شهيد. ولكن هؤلاء كلهم اسمهم شهداء ولهم أجر الشهداء ولكنهم يغسلوا. قال الباب السابع الحيض والنفاس. الفصل الأول فصل الحيض، لم يأتي في تقرير أقل وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر ما قال لنا كم أقل الطهر ولا كم أكثره، ولا قال لنا كم أقل الحيض ولا كم أكثره، لكن الأحاديث تدل على أنهم يرجعوا إلى العادة، وإذا لم تعرف العادة يرجعوا إلى لون الدم. كما أن الحائض والمستحاضة، هذا المستحاضة الذي يسيل الدم دائما تجعل قدر عادتها حيض والزائد طهر، أو تجعل الدم إذا قد كان أسود يعرف حيض والباقي طهر. وما هي أحكامه وما يجب عليها؟ يجب عليها أن تغسل أثر الدم وتتوضأ وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة
ولا حق أن تجمع بين الصلاتين جمع صوري تأخر الأولى وتقدم الثانية وتتوضأ لكل صلاة. من أحكام المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة لأن الدم من نواقض الوضوء قد خرج من هادم، لكنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فإذا جاء الدم المعروف دم الحي قطعت الصلاة وقطعت الصيام وقطعت كل شيء وحاكمت نفسها بحاكمتها. هذه الذي تسمى المستحاضة، تجعل قدر عادتها أو في الأيام التي فيها دم أسود حي، والباقي تجعله ضه، الباقي تجعله ضه. ويجب عليها أن تصلي جميع الصلوات، إلا أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، كما أنه يجب عليها أن تغسل أثر الدم. قال والحائض وتتوضأ، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توضع حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثر ما أما موقوف، ولا تقوم بالحجة أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتكررة والعادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفاد من الدم. وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة، كحديث إذا أقبلت الحيضة العادة المعتادة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها قدر العادة فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري وغير من حديث عائشة، وأخرجه مسلم وغير من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة تهراج الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، وهو حديث صالح للاحتجاج به. وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها المعتادة. أخرج النسائي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كانت بالحيض فإنه أسود يعرف، أي تعرف النساء، وبعضهم قال يعرف أي له عرف بمعنى له رائحة. فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر الدم الذي ليس بأسود ولا يعرف فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، يعني عرق يعني دم علة أو فساد خرج من عرق. أخرجه أبو داود والنسائي وصحبه بن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الطارقدي والبهدي والحاكم أيضا بزيادتين، فإنما يدا عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. فالمستحاضة التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتكررة، فتكون فيها أيضا يثبت لها في أحكام الحائض وفي غير أيام العادة طاهرا، لا حكم الطاهر، كما أفادت تلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متكررة كالمبتدا عادي غربلات والمتلتبس عليها عادتها، فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم، فتكون إذا رأت دمًا كذلك حائضا، وإذا رأت دمًا ليس كذلك طاهرا. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير ضائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك. وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الثابت الصحيح فاغسلي عنك الدم وصلي، وقد ورد ما يفيد على ذلك من غير وجه. وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر، وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرجت الأولى إلى آخر وقتها فأخرت صلحوها، شدوا القلم وصلحوا قوله فأخرجت فأخرت أخرت
مش أخرجت، فأخرت الأولى إلى آخر وقتها، وقد ثبت الثاني في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد، ولم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة إجابة الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، بل الذي صح إجابة الغسل عند انقضاء وقت حيض المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فتح الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما ما في صحيح مسلم أن أم حبيبك كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك، لأنها فعلة من ذات نفسها لا بأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن أم حبيبك كانت تغتسل لكل صلاة لا حجة فيه، لأن أم حبيبك كانت تفعل لنفسها، فلا حجة في ذلك، لأنها فعلت من وجه نفسها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها: أمكني قدري ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد البغت قدري ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك والغسل كان عند إدبار الحيضة، وليس في ما يدل على أنها تغتسل كل صلاة، وقد ورد الغسل كل صلاة بالطرق لا تكون بمثل حجة، لا سيما مع معارضة التعليمات ثبت في الصحيح، ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء ناقصات العقول والأديان، والشريعة سهلة سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم، فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين وغير ما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه. وأما كونها لا توضع فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. والأحاديث في ذلك كثيرة، أجمع العلماء لا يجوز للمرأة أن يجامع زوجته حالة كونها حائض بأدلة قطعية صحيحة متواترة من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا كل شيء إلا النكاح، وفي الصحيح: وهب اجمعوا على تحريم ذلك ليس فيه خلاف، وتحريم الصلاة والصوم على الحائض، وكذلك وضوءها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة. وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة: فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي الصحيحين وغيرهما، وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما، اجمع المسلمين على ذلك. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج انهم كانوا يجبون على الحائض قضاء الصلاة ولا يقدح في اجماع الامة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار. ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. وقال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الفصل الثاني: النفاس. والنفاس أكثر 40 يوما ولا حتى لأقله، وهو كالحيض. أقول: أبا كون أكثر 40 يوما، فالحديث أم سلمة قالت: كانت النفاس تحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجوا أحمد وأبو داود والترمذي والطارقطي والحاكم، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقد قيل أكثر 60 يوما، وقيل 70 يوما، وقيل 50، وقيل 120 يوما، والحق الأول. وأما كونه لا حتى لأقله فلم يأتي بذلك دليل، بل ما دام الدم باقيا كانت المرأة نفسا، فإن انقطع الدم قبل 40 انقطع عنها حكم النفاس، فإذا جاوز دمها 40 عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المستقرة. وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام فلا خلاف في ذلك، وكذلك لا تقضي النفاس الصلاة. وفي رواية لأبي داود والحديث أبو سلمة قالت: كانت المرأة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض،
وهو في الدفاس إجماع كذلك، ولعل الخوارج يخالفون هناك ما خالفوا هنالك، ولا يعتد بخلاف الخوارج، لأنه ولي قال الشاعر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الأقوال الشاذة الذي ليس لها مستند إلا الغول والعنقاء وبيض الأنوق والكبريت الأحمر لا نعتد بها، إنما نعمل بالقول الذي له دليل أو شبه دليل أو دليل ضعيف أو دليل مرجوح، أما إذا هو ليس له أصل فلا نعمل به. الفصل الثاني غسل البيت، ويجب غسل البيت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه واحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخر كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. أقول أما وجوب غسل البيت على الأحياء فهو مجمع عليه كما حكى ذلك البهدي في البحث والنووي، ومستند هذا الإجماع حادث الأمر بالغسل والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصت ناقته وبغسل ابنتي زينب وهما في الصحيح. وأما كون القريب أولى بغسل قريبه إذا كان من جنسه فالحديث ليله أقربكم إن كان يعلم، إذا هو يعرف كيف يغسل الميت، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، يعني يجب أن يكون الذي يغسل ذو دين وأمانة، مش يخرج يقول للناس من هذا أنا غسلت فوجدت فيه أدب جذام، ولا وجدت فيه كذا كذا، ولا وجدت فيه أي عيب من العيوب. لا ينبغي الذي غسل البيت أن يقول وجدت فيه كذا وكذا. أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناد جابر الجعفي، والحديث وإن كان لا يصلح الاحتجاج به ولكن للقراب مزية وزيادة حلو وشفقات توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما احتاج إليه في الغوص. وما وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. أخرجه أحمد وابن ماجه والطاربي وابن حبان والطارقي والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم ينفرد به، فقد تابع عليه صالح بن كيسان، وأصل الحديث في البخاري بلفظ ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك. وقالت عائشة لو أستقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا، وكان ذاك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهم أجمعين كما روى الشافعي والطارقدي وأبو نعيم والباقي بإسناد الحسن، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر دماء وسدر فلقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنتي زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر بذلك إن رأيتنا بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا. وفي الصحيحين من حديث أم عضية وفي لفظ لهما أيضا واغسلنها وترا ما بشو شفع ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر بذلك إن رأيتنا، وفي دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. وأما تقديم المأمن فلقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ماضي هذا وابدأنا بميامنها وبواضع الوضوء منها، يبدأ الذي يغسله بالميامن ثم بالوجه في الفم والوجه واليدين أعضاء الوضوء. وأما قوله ولا يغسل الشهيد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك غسل شهداء أحد وغيرهم، ولم يروى عنه أنه غسل شهيدا، وبه قال الجمهور. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون الذي مات بالطاعون بالكليرة، والمبضون الذي مات بكونه مرض البطن والنفساء ونحوهم من قاتل كثيرهم هم
من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهذا يغسل. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في البدن فهو شهيد. وفي رواية هو الغريق شهيد. وفي رواية آخرة المبطول شهيد. وفي رواية صاحب الهدم شهيد، والغريب شهيد، لكن حديث الغريب هو ضعيف. والبيتة في الطلق يعني في الذي تموت على ولا شهيد، لكن حديث الغريب هذا شهيد ضعيف، وحديث المرأة النفساء حديث صحيح. فقد حكى في البحر الإجماع على أنهم يغسلون. إلى هنا. كتاب ضائع والده. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة ودقيقتين. والآن يا تشعري كيف يقع بي. أول سؤال ليس في الموضوع، ولكن سنتجاوز لأنه قد تقدم في باب الغسل، ولعل السائل لم يحضر. هل يجوز للحائض والنفساء مس المصحف وتلاوته وكذلك التسبيح وذكر الله؟ يجوز للحائض والنفساء أن تسبح وتكبر الله وتأتي بالأذكار والأوراق والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، أما أنها تتلو القراءة فلا يجوز لها. لا يتلو القراءة إلا من كان طاهر، ها؟ ولا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القراءة في جميع أحواله ما لم يكن جنبا فلا ولا آية. فإذا قد كان في الجنب فبالأولى في الحائض. إذا كان نزيف الدم شديد لدى المستحاضة فكيف تصلي والدم جاري؟ تصلي ولا والدم جاري؟ تصلي تتوضأ تغسل أثر الدم وتتوضأ وتصلي ولو قطر الدم على الحصيد. هذا عند الأولين، أما الآخرين فقد وجد معهم علاجات توقف الدم وتفعل كل شيء. الآن ما عبش حصير شيء معهم علاجات الذي توقف الدم وقت الصلاة، والذي توقف الدم الحائض من شهر إلى شهر ومن أسبوع إلى أسبوع. هل يجوز للزوج معازلة الزوجة وضعها بعد الطهر قبل أن تغتسل؟ لا 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 يجوز للرجل أن يضع إبرأته حتى تغتسل. وقد فسر المفسر القرآن في قوله فلا تقربن حتى يظهرنا، أي إبرة الحيض. فإذا تطهرنا أي بالماء فأتونا من حيث أمركم الله. فلا تقربوهن حتى يظهرنا أي من الحيض. فإذا تطهرنا أي بالماء فلا مانع لكم أن تأتونا من حيث أمركم الله. الأول ما فيش حق الماء يعني مس المصحف، هل تمس المصحف؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. لا تفسير، ها؟ صح. إذا هو تفسير ما قد اختلط بغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الفاضل محمد سمعان الحفظ، هل يكون قضاء الصوم بالنسبة للحائض والولاد بالتوالي أو يجوز لها القضاء متفرقة؟ الجواب أنه يجوز لها أن تصوم متفرقة، ويجوز لها أن تجمعه مثل ما يقضي التين. إذا عندك الواحد 1000 ريال فتقضيه يوم 500 ويوم 300 ويوم 200 ويوم 1000، فهذا مثله. لكن إذا استطاعت تديها هذا تبرر فوق ذمته فهو أفضل، وإلا فلا، لأنه لم يرد دليل على أنه يجب التوالي. وإذا لم يرد دليل فالأصل أن الكل جائز. فضيلة الشيخ العبراني، السلام عليكم ورحمة الله. ما الحكم في ثياب المرأة تصوم اليوم كاملا فيأتي المغرب وتصلي ثم يأتي العشاء؟
فيأتي الحيض فحكم الصيام في يومها هل تقضي؟ ما تقضي، ما جعلها إلا العشر. لو جعلها بعد قول المؤذن الله أكبر والمدفع ضرب والقطر الحيض صيامها صحيح، لأنه لم يقطر الحيض إلا وقد دخل اليوم. أما هذا قلت هذا تعشت هذه شابعة، هذاك نقول لها إذا قد دخل الوقت، فإذا جاء لها الحيض قبل ما يؤذن ببعض الدقائق فتقضي، لأن الوقت لم يكن قد دخل. أما إذا قال المؤذن الله أكبر والمدفع جرح والحيض قطر فهذا صيامها صحيح. شيخنا الفاضل بعض النساء وهي لا زاد في النفاس فينقطع لمدة 4 أيام أو 5 فتتوهم بأن الدم قد انقطع فتغتسل وتصلي وتصوم، وإذا بالدم يعود إليها بعد 4 أيام أو 5 ترجع تقطع الصوم وتقطع الصلاة وتفعل كل شيء، وهي معذورة فيما فعلت حيث أنها توهمت أنه قد جف الحيض النفاس وجه ما لم يتجاوز النفاس 40 يوم، بعد 40 يوم لا تصدقش، وإلا في الوسط فترجع وهي معذورة إذا كانت صلت أو صابت. ما ها إيه إيه نعم، ما الحكم في الشيخ الفاضل، ما الحكم في من جامع عمرته ونفساء وحائض، هل تعتبر طالق أم لا؟ لا لا تعتبر ضالق، ولكنه آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهل يلزمه فدية أو لا؟ جاء في بعض الأحاديث أن من وضع إبرته ويحايض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. بعض العلماء صح الحديث فقال عليه التوبة ما بينه وبين الله، ثم عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وبعضهم لم يصح عنده هذا الحديث فقال عليه التوبة فقط. اتفق العلماء على أنه آثم، واتفق العلماء على أنه يجب عليه أن يتوب، ولكن اختلفوا هل عليه أن يتصدق أو لا، فمن صح عنده الحديث قال يتصدق، ومن لم يصح عنده الحديث قال لا يتصدق. أما كون آثم فبالإجماع، وأما كون يجب عليه التوبة فبالإجماع. ما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ الحائض هي التي عرفت عادتها أو عرفت طب الحيض وعرفت وانقطع عنها، المستحاضة الذي فيها سلس جالس مستمر، هذا المستحاضة هي الذي لا يزال الدم يقطر منها دائما، تجعل قدر عادتها حيض والزائد طهر، أو نقول تجعل قدر الدم الذي أسود يعرف حيض والباقي طهر، وفي حالة الباقي الطهر هذا تصلي ولو الدم بيقطر على الحصيد، وتصوم ولو الدم جاري. آية الأمر أن النبي قال لها أنها تغسل أثر الدم ثم بعد ذلك تتوضأ، أما أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو لكل وقت فلم يأتي دليل. فالحائض هي التي تحيض في الأسبوع في الشهر مرة، والمستحاضة هي التي فيها سلس مستمر، ولكن قد سبق أن قلنا عن حكم المستحاضة تجعل قدر عادتها أو الدم الأسود يعرف حي والباقي تحاكم نفسها محاكمة الطهر. فضيلة الشيخ إن نحبكم في الله، كيف يكون حال الزوج إذا أراد زوجته وهي مستحاضة بعد انقضاء زمن الحيض ودمه، يضعها ولو قد كانت مستحاضة إذا قد خرج الدم الأسود الذي يعرف أو خرجت العادة الشهرية التي كانت عليها، فلو حق أن يضعها ولو كانت مستحاضة، أو يعالجها في هذا اليوم قد بعلاجات أو يتزوج ببرد ثاني. ما الحكم إذا
صابت الحائض او الدفاع او صلت فبالحق علي آتبة ان كانت عارفة وإلا فهي معذورة ان كانت جاهلة. اذا فعلت عمدا فهي آتبة وان كانت جاهلة فهي معذورة. ما الحكم في من اتى اهله بعد النفاس بعد وجود شيء وبعد ذلك ظهر شيء؟ ان كان بعد الاربعين اليوم فلا بارع له بذلك سواء ظهر او بعد، وما كان قبل الاربعين فلا يخلو، اما ان يكون الدم مستمر فهو آثم وهي آثمة، وإما إذا جف مدة 5-6 أيام وتوهموا أدو قدوطه ووضعوا وصابوا وصلوا فعلهم كلهم وبعد ذلك جاء قبل الأربعين فهم معذورين وترجع لها أحكام الحائض من أولها إلى آخرها ما لم تبلغ الأيام 40 يوم. لا صحيح ولا غير صحيح، باطل ما هو شيء. تقضي الصوم لأنه صوم غير مجزي. ثم ما الحكم في من باشر له أثناء الحيض؟ الجواب قد قلنا اتفق العلماء على تحريم الوضع حال الحيض إجماعا، واتفق العلماء على أنه يجب عليه أن يتوب، واتفق العلماء على أنه يجب على المرأة أن تمنعه وترفضه إلا إذا أكرهها، إلا أن بعضهم قال عليه كفارة وهو بصح عند الحديث، وبعضهم قال ليس عليه كفارة لم يصح عنده الحديث. شيخنا ما هو الدليل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؟ الحديث المذكور في التراري الوضية شرح الترن البهية للقاضي العلامي شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني الذي قرأته البحث هذا قبل ربع ساعة أو نص ساعة، وانتهى الحديث أول التيت بن فمي، وبعدها انتهى المؤلف نفسه أنها تتوضأ. إذا كانت المستحاضة الذي استمر خروج الدم منها تستطيع الجمع بين الصلاتين عن طريق تأخير صلاة الظهر إلى آخر الوقت والعصر أوله، فهل يستطيع ذو عذر مثل سلس البول ونحو أن يصلي الجمع بين الصلاتين إذا جمع وضوء واحد؟ لا بد من وضوء لكل شيء. حكم الذي في سلس البول مستمر الليل والنهار حكم مثل حكم المستحاضة، أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وأنه يصلي ولو البول يقطر ولا المهم قبل الصلاة يغسل أثر البول ثم يتوضأ، ولو خرج في أثر الصلاة مثل حكم المستحاض لا فرق بينه وبينها. بسم الله الرحمن، فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما هو الكتاب الذي يجمع أحكام الفقه واختلافات الفقهاء؟ ما هذا ما بش لهم كلهم اختلافات عينات كل كتاب، لا يصح أن نقول أن أحسن كتاب جمع الأقوال كلها والعدل كلها، ولا نستطيع أن نقول أي أحسن كتاب في التاريخ الرخ للأمة الإسلامية أو الرخ للأمة اليمنية أو غيره. هذا الكتاب يستاد وهذا الكتاب يقص وهذا الكتاب كلها، أما لو شيء أني بكتب واحد في المكتبة أني ما بش مكتب، قالوا هذا قسم الفك كم هو فيه؟ قالوا 500 كتاب في الفك، وفي التاريخ كم؟ قالوا 400 كتاب في التاريخ. لو قد كان بكتاب جامع أنا ما عملوا هذا، قد عملنا ما بش أبدا يوجد هكذا، ما بلا عينات، ما بش كتاب يجمع. لو شي كتاب يجمع جميع حوادث التاريخ أنا اكتفي به هناك في 40 مجلد فقط، ما بش مكاتب ولا شيء. وإذا شي بكتاب في الفك 40 مجلد خلاص كذا، لكن الكتاب الصغير يتفرط والكتاب المتوسط ما بش كتاب يغني عن كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ الفاضل محمد بن سعد العمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ولدت امرأة في المستشفى وحصل لها نزيف فضربت بحقنة فانقطع الدم بعد أن ضرب بالحقنة، فهل تعتبر طاهرة
وتعامل معاملة الطاهرة. نعم تعامل معاملة الطاهرة، ما لم يرجع الدم قبل الأربعين، وإن ماشي فقتل كما الله المؤمنين قتل. مثل ما المرأة الذي بتحج بيعملا إذا يتشتي تدخل الحرم بتعمل حبوب تأخر الحيضة، تأخر الحيضة فتضوف وتسعى وتعمل الذي في الحرم، وبعد إذا جاءت الحيضة وما عاد في رقد في منى أو في مزدلفة أو غيره سهل، ويشاورونا ويقولوا أنه جائز. وقد كنت أظن أن العلاج هذا حديث من الأطباء الحديثين الذي عاشوا في القرن العشرين، وتوهم أن الفتوى هذا الفتوى حديث، لكن أخيرا وجدت في الكتب ما يدل على أنهم كانوا يعملون الدواء في أيام الإسلام في أول الإسلام، وأن ابن عمر كان يفتيهم بالجواز، فعرفت أن هذا الفتوى ليس حديث، وإنما قد سبق به ابن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلاج هذا لم يأتينا من أوروبا، وأن العرب قد عرفوا وكانوا يعني يعملون علاج من بعض الشجر يأخر الحيضة إلى الأسبوع الثاني. إذا جاء الحيض من المرأة في رمضان ولم تعرف إلا بعد المغرب، فهل تقضي الصوم؟ لأنها ليست متأكدة هل جاء بعد الإفطار أم قبل. هذا المريض صورتها بليدة، وإلا في كلهن يعرفن حالا، يعرفين بعض النساء بالطوف بالحرم بالطوف بالكعبة، فبمجرد ما بالطوف أحست أن الحيض قد جاء حالا، خرجت من الطواف وجدت تسأل، فأجبنا عليها بأنها تبقى في البيت وتعمل جميع المناسك وأهمها الإحرام والوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك المبيت بمزدلفة، ثم المبيت في منى، ثم رمي الجمرات في يوم العيد مرة، وفي ثاني العيد 3 مرات، وفي ثالث العيد 3 مرات، خلاص. وبعد إذا طهرت تطوف بالبيت وتسافر، وإذا كان قريب الذي أتصير معه مضطر أنه يرجع أو تخاف على عرضها أو على دينها أو على الركبة خالف، هذا مثل ما قد كان في أيام الأولي يفتجعوا يتقطعوا لهذا، قال ابن تيمية تطوف ولو حيض تستثفر ثم تطوف هذا، والآخرين قالوا تنتظر وينتظر وليها. فهذا اسمه القاعدة أنها تعرف. فإذا التبس عليها الأمر مثل ما أحن يلتبس عليها، إذا أحسته وما وقت ما بيأذن وما ضر لهاش، هل هو قبل الأذان بدقيقة أو بعد الأذان بدقيقة أو وقت الأذان، ماذا نفعل؟ الأصل البقية، فنحكم بأن الأحوط أنها مع الالتباس أنها تقضي الصوم، ما يحسن الالتباس إلا إذا أحسته وهو بيأذن، لكن ما ظهر لهاش هل هو قبل الأذان بدقيقة أو بعد الأذان أو وقت الأذان، فالأحوط أنها تقضي. الوالدة العلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت أن المرأة إذا لم تعرف عادتها ولم تستطع تمييز الدم فترجع إلى عادة أقربائها من القرائب، فما صح ذلك وجزاكم الله خيرا؟ قال العلماء نعم، إذا لم تعمل بعادة ما دريت بالعادة ولا عرفت لون الدم فترجع إلى عادة قرائبها من النساء. كيف عادت أختها؟ كيف عادت بنت عمها؟ كيف عادت أمها؟ قال العلماء هكذا. وقد ورد في حديث لم يذكروها هنا، قال إلى عادة النساء، قال هكذا ما قال شر أقارب النساء، لكن العلماء قالوا إذا كانت الألف واللام للجنس جنس النساء في المختلفات، وإذا قد كانت للاستغراق كل النساء فمستحيل تسأل كلهم، لكن نحمله على العهد.
النساء يعني النساء القريبات إليها من النسب، قالوا نحمله على هذا على العهد. سمعت تقول إذا جاء الدكتور المراد به الذي بينك وبينه بيعان. هذا سؤال قيم جدا، هذا سؤال قيم، يعني بمعنى أنه قد عرف من كتب الفقه أنها ترجع إلى عادة قرابتها. فهل عادة قرابتها هذا نرجع إليه؟ نقول نعم، إذا لم يعرف التام ولا عرف عادتها نرجع إليه. فإذا قلنا ما هو الحديث، نقول إلى عادة النساء. قال العلماء المراد بالنساء القريبات مش جميع النسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. النساء مختلفة في وقت الإباغة في وقت آخر، كيف تحددني أيام هذه متساوية مع أيام الشهر؟ يعني مثلا تقيس على قرابتها، فمثلا أختها يعني لا تكون أيام حيضها في نفس أيام الشهر حيضها أختها. سألت أختها كم عادت؟ قال 5 أيام حيض و25 يوم أطهر. تقول عابلها بأبي أختش، فإذا معاك ثلاثة خوات نعاملها معاملات أختها القريب السنها منه، القريب السنها منه. يعني إيه كذير ضرورة. كنا نرجع إلى عادتها، ما بش مع عادة. كنا إلى تمييز الدم، ما استرش تميز بين الدم. كنا إلى عادة كرائبش قالت بعيد انت الخوات، نقول القريب السنها منش. ها ضاقت الأرض بما رحبت، تعمل بما هو أقرب إلى الشريعة. الأقرب أنها تقول الكبيرة، يحتمل هذا، لكن تباجد جيتو امرأة عادتها شهر أسبوعا، لكنه أتى في هذا الشهر يومين ثم انقطع يومين ثم خرجت، فما حكم اليومين الذي ظهرت فيها؟ اليومين الذي ظهرت فيها لا عمل عليها، ما كتبوا فتاوى في الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي وفلان وفلان. هذا راجعوا المؤلفة فوجدوا بعض المؤلفين. كنا نظن أن جميع الأحاديث الوارد في أن الحائض لا تقرأ صحيحة، ثم وجدنا أن بعضها ضعيف وبعض ضعفها كلها. وكنا نظن أن الحائض لا تقرأ بإجماع المسلمين، ثم رأينا وإذا قد خالف بعض الصحابة وبعض التابعين وقالوا بالجواز. لهذا أضطر العلماء في هذا العصر أن يقولوا للضرورة لا مانع من ذلك. وأنا أجزت هذا. لماذا؟ لأني كنت أتوهم أن الأحاديث كلها صحيحة، فوجدنا من العلماء من
الكتاب الثاني كتاب الصلاة، الباب الأول مواقيت الصلاة. هذا البحث فيه عدة مسائل. هذا البحث يحتوي على عدة مسائل. المسألة الأولى أوقات الصلاة، أول وقت الصلاة وآخر وقت كل صلاة. البحث الثاني حكم من نام عن صلاته. المسألة الثانية مسألة من نام عن صلاته. المسألة الثالثة من أدرك ركعة من المغرب من العصر فقد أدركها، هل هذا جائز أو لا هي صلاة المنافق؟ المسألة الرابعة هل التوقيت واجب أو لا؟ المسألة الخامسة هل يجوز الجمع بين الصلاتين أو لا؟ المسألة السادسة المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة حكمه حكم غيره أو لا بد من التلوم أي الانتظار إلى آخر الوقت؟ المسألة السابعة والأخيرة هي ما هي أوقات الكراهة؟ فهذا البحث يحتوي على سبع مسائل. المسألة الأولى ما هي أول أوقات الصلوات؟ ما هو أول وقت الظهر؟ ما هو أول وقت العصر؟ ما هو أول وقت المغرب؟ ما هو أول وقت العشاء؟ ما هو أول وقت الفجر؟ ما آخر صلاة الظهر؟ ما آخر صلاة العصر؟ ما آخر صلاة المغرب؟ ما آخر صلاة العشاء؟ ما آخر صلاة الفجر؟ هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي أتابعها المصنف في هذا الباب. المسألة الثانية موظف عند المستشفى حقك عندي سواء البلاد الحكاة والبسرة غير العروسة يتولها الكرسي بسروها يستجر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما حكم من نام عن صلاته، هل هو معذور أو لا؟ المسألة الثالثة من هذه المسائل هل من كان معذور ولم يصلي العصر إلا عند غروب الشمس قبيل غروب الشمس بدقائق أو بدقيقة حتى أنه لم يدرك إلا ركعة واحدة هل يكون معذور أو لا، وهل صحت صلاته أو لا؟ المسألة الخامسة هل التوقيت واجب أو لا؟ المسألة السادسة الجمع بين الصلاتين هل يجوز أو لا؟ المسألة التي بعدها ما حكم ناقص الصلاة والطهارة؟ ما حكم ناقص الصلاة والطهارة؟ وأخيرا
أوقات الكراهة. ما هي أوقات الكراهة؟ نبدأ أولا بأوقات الصلاة. ما هو أول وقت الظهر عند الزوال؟ حيث أنه الشمس في كبد السماء والإنسان يستوي إلى الجهة هذه، وليس لها ليس له قوة لا من جهة شرق ولا من جهة غرب، إلا قوم صغير تجاهه مش في عرضه. هذا وقت الظهر. يدخل وقت الظهر بعد دقائق من زوال الشمس. أي حين يخرج وقت الظهر؟ حينما يصير ظل الشيء مثله. يخرج وقت الظهر حالما يكون ظل الشيء مثله هكذا. طلوا الله أنا. بعد أن نحسب في الزواج، ما هو في الزواج؟ هذا الكتاب هكذا. في أيام الشتاء مع قوم تجاهه، حال ما يعذر الظهر القوم الذي تجاهه ينسحب تدريجا تدريجا ويجي لهذه الجهة، يجي لهذه الجهة، وبعد نحسبها. فالقوم هذا الذي هانها نبصر كم دولة الكتاب هذا، وإذا هو شبر شبر مثلا، ما نقول نشبرش الخي البقعة تي، نزد ندخل تي البقعة في الزواء، وهو القوم الصغير الذي تجاه الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء. فإذا درحت الكتاب هذا أو القلم وتشتي تدري هل قد خرج وقت الظهر أو لا، افعل بالقلم هكذا. إذا هو على أحد، لكن زيد ثلاث أربع أصابع لا مقابل في الزوال. في الزوال لاحظوا وقت ما يعدل الظهر، أتجول جهة تجاه الإنسان صغير قوم، صغير قوم. هذا صغير القوم بيحسب مع بصير ظل الشيء مثله ظهر. أما إذا قلنا غير مصير ظل الشيء مثله فقط وما نحسبهاش، فيجي وقت الظهر وعادي ساعة ثنتين وربع أو ثنتين وثلث. لابد أن نقول كم الزوال في هذا الأيام، كم في الزوال، يعني كم الغوم حق وقت الزوال. في أيام الشتاء يكون كبير، وفي أيام الحر يكون صغير. فلهذا قال المؤلف وقت الظهر عند مصير ظل الشيء مثله هكذا. هذا تجرب تفعل هذا حال ما هذا بسيط ظل الشيء مثله. لكنكم تلاحظوا هذا الأيام أن بهني وقت ما يأذر الظهر هنيين نحو أربع أو خمس بناء ضموها إلى هني، فقلوا وقت دخول خروج الظهر هذا الوقت، مش مضي مصير ظل الشيء فقط. مصير ظل الشيء مثله مع في أيام الشتاء بيقع كبير، في أيام الحمى بيقع صغير. فلاحظوا وقت الظهر والشمس قارحة، ابصروا اطرحوا قلم ولا الإنسان نفسه أو الكتاب حقه ويلاحظ كم بقوم تجاهه. فإذا هي خمس بنان أو أربع بنان يرجع يضمها، فعال ما يضمها هذا هو الأمر الشرعي. لكن في المدن قد اكتفوا بالتقويمات واكتفوا بالساعات، لا ما نسيوا. والعرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم لا ساعة ولا تقويم في الجدار ولا معهم شيء. أتى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة واضحة تظهر للرجل والمرأة والكبير والصغير والعامي والعارف،
تقول آخر وقت الظهر عند مصير ظل الشيء مثله مع في الزوال، وهذا الوقت هو أول وقت العصر. وأما آخر وقت العصر فقد ورد فيه حديثين، حديث يقول أن آخر وقت صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثلي، تجيب الكتاب هذا والضم إليه مثله، هذا مع في الزوال، وقل الآن قد آخر وقت العصر، يعني أي قع ساعة أربع ونص أو خمس إلا أربع. وجاء في حديث آخر ما لم تصفر الشمس، ورد في حديث آخر ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تصفر، وهذا سيكون ساعة خمس ونص مثلا. قال العلماء إذا جاء لنا حديث في توقيت شيء واحد زايد واحد ناقص فنعمل بالزايد، فنقول آخر وقت العصر هو ما دامت الشمس نقية بيضاء لم تصفر، فإذا قد بدأت الصفرة خرج وقت العصر. فإذا قيل لنا قد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه عند مصير ظل الشيء مثلي، قلنا القاعدة أنه إذا جاء لنا حديث وحديث آخر أحدهما زايد على الآخر فنعمل بالزايد، لأن الناقص قد دخل وسط الزايد، فنقول عند مصير ظل الشيء مثليه سيكون ساعة أربع ونص أو خمس إلا ربع. وأما عند إصفرار الشمس فلا تصفر إلا ساعة خمس ونص أو ست إلا ربع، فنعمل بالأخير. فإذا قيل لنا أو قيل لكم فما رأيك في الذي يصلي العصر ساعة 11 ساعة 6 يعني قبل المغرب بنصف ساعة أو بثلث ساعة، أو الذي يصلي قبيل المغرب بثلاث أو أربع دقائق؟ قلوا لا يخلو، إما أن يكون معذور نائم أو المرأة نفساء عادي ظهرات، أو المرأة حائض عادي ظهرات، أو علي أي شيء، هذا لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها. قالوا نلم قر قلت للمعذور ولم تجوز للناس كلهم؟ قلنا لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الصلاة التي يصليها الإنسان قبيل الغروب بأنها صلاة المنافق، قال تلك الصلاة صلاة المنافق الذي يبقى يرقبها حتى إذا لم يبقى إلا وقت يسير لغروب الشمس كما ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلما تعارضت الأحاديث جمع العلماء بينها بهذا الجمع، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في من يصلي قبل بعد خروج الوقت وبعد مصير الشيء مثله
وبعد إصفرار الشمس أنها صلاة المنافق الذي يرقبها حتى إذا قارب الغروب قام ينقرها لا يذكر الله إلا قليلا، سماها صلاة المنافق. فكيف نجمع بين الحديثين؟ حديث بيقول من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب فقد أدركها، وحديث يقول فيه أنها صلاة المنافق. العلماء جمعوا بين الحديثين بأن قالوا هذا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدركها إذا كان معذور كالحائض ظهرت، والنائم إذا استيقظ. وهذا الحديث في من لم يكن حائض ولا كان نائم وليس له عذر، جمعا بين الدليلين. فإذا قيل لكم كيف ستجمعوا بين الحديثين الواردين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن يدركها، قبل أن من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها أي أدرك الفرض. وفي الحديث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافق وقال في هذه الصلاة قال أنها صلاة المنافق، قلوا نجمع بينهن بأن حديث من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدركها هذا الوقت لمن كان معذور، وهذا الوعيد أنها صلاة المنافق لمن لم يكن له عذر، جمعا بين الدليلين. وأما وقت المغرب فهو عند سقوط قرص الشمس، فمهما سقط قرص الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد تخلى وقت المغرب. متى يكون وقت المغرب؟ عند غروب الشمس. متى سقط قرص الشمس وغربت وجاء الليل والضراء فقد دخل وقت المغرب. متى يكون آخر المغرب؟ متى يكون آخر المغرب؟ جاء دليلين، دليل أن وقت المغرب مضيق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل بجبريل يعلمه في اليوم الأول صلى به في أول الأوقات، وفي آخر يوم في اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت آخر الأوقات، وقال الوقت ما بين هذين إلا في المغرب فصلى به في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد. فقال الشافعي في أحد الرواية عنه أنه وقت مضيق لا يتسع إلا لصلاة واحدة، وفي رواية أخرى عن الشافعي وهو ما قاله الجمهور أن وقته عند ذهاب الشفق الأحمر، وذهاب الشفق الأحمر يكون بعد ساعة إلا ربع أو بعد ساعة إلا عشر دقائق من أذان المغرب، هذا عند سقوط الشفق الأحمر يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، مثل ما قلنا في صلاة العصر وصلاة الظهر عند مصير ظل الشيء مثله يخرج وقت المغرب ويخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. كذلك عند سقوط وذهاب الشفق الأحمر
يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فأول العشاء هو آخر المغرب، وأول العصر هو آخر وقت الظهر. وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فيه روايتين. رواية تقول وآخره عند ذهاب ثلث الليل، وهذا هو الذي عمل به علماء المذهب الهادوي وجماعة من العلماء. ها، ثلث الليل. ولكن الظاهر والصحيح أنه ينتهي عند ذهاب نصف الليل، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. وقد قلنا لكم أنه إذا ورد حديث يحدد لنا شيء ناقص أقل، وورد حديث يحدد لنا بشيء أكثر، فنعمل بالزايد وبالأكثر. فجاء في الحد أدل ما يدل على أن آخر العشاء ثلث الليل، وجاء من الأدل ما يدل على أن آخر العشاء هو نصف الليل، فنعمل بالدليل الذي يقول أنه نصف الليل، لأن الثلث قد تحتل النصف. وجاء لنا دليل يقول أن المغرب وقته مضيق، وهو حديث جبريل أنه صلى في اليوم الأول واليوم الثاني في وقت واحد. وجاء دليل آخر يقول أن آخره عند ذهاب الشفق الأحمر، عملنا بالزايد وقلنا وآخره عند ذهاب الشفق الأحمر. وجاء دليل يقول أن آخر العصر عند مصير ظل الشيء مثليه، وجاء لنا دليل آخر أن آخر العصر عند مصير ظل الشيء لا عند أن تكون الشمس بيضة نقية لم تصفر، فإذا اصفرت خرج وقت العصر. عملنا بالحديث الزائد وهو حديث الإصفرار، لأن حديث الإصفرار زائد على حديث المثلين. وقلنا أن آخر الوقت في المغرب هو عند ذهاب القرص، عند ذهاب الشفق الأحمر، لأنه أزيد من الوقت المضيق الذي قيل أنه لا يتسع إلا لصلاة واحدة. وقلنا في العشاء أن آخر وقت العشاء عند منتصف الليل، ولم نقول عند ثلث الليل، لأن حديث عند نصف الليل أزيد من حديث ثلث الليل، فنعمل بالزايد لأن الثلث قد دخل فيه. بقينا في الفجر، هو عند طلوع المنتشر الضوء الذي الفجر الذي يكون مثل النخلة مركز ضوء، هذا يسمى الفجر الصادق. أما خروجه فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدركها. فلهذا نقول أن آخر وقت الفجر قبيل شروق الشمس بدقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. فجعلنا آخر الوقت، وما بش حديث أنها صلاة المنافق مثل ما قال في العصر.
حتى نجعله للضرورة وللبعض. قلنا له مطلقا، بخلاف في حق صلاة العصر. فقد جاء حديث من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدركها، وجاء في حديث أنها صلاة المنافق. فجمع العلماء بينهن بأنه الحديث الأول في من قد كان معذوق بأن كانت المرأة حائض وطهرات أو نائم فاستيقظ، وأما الحديث الذي فيه أنها صلاة المنافق فهو إذا كان بلا عذر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. الذي ما صلى، الذي خرج الوقت ولم يصلي، من خرج الوقت ولم يصلي ما حكمه؟ قلنا إن كان ناسيا أو كان نائما فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قال أهل الظاهر أنه وقت حقيقي، وقال الجمهور قضى، ولكن لأنه قد خرج الوقت المقدر له شرعا. قلنا الخلاف لفظي، نسميه أداء ولا قضاء، فهم متفقين على أنه يجب عليه المبادر بعد ما يذكر أو يستيقظ، واتفقوا على أنه غير آثم. فالخلاف حينئذ إنما اختلفوا في اللفظ فقط. بقينا إذا كان متعمدا هكذا دخل الوقت وخرج وهو مستيقظ أو في مشغول بشيء والوقت بيدخل ويخرج، أو ذهب يدرس في الخارج وكان يتساهل فلا يصلي، وجاء يقول لنا عندي عدة صلوات تركتها، ما حكمه؟ هل أقضي أو لا أقضي؟ العلماء مختلفين فيه على قولين. القول الأول قول الجمهور، وهو مذهب الشافعي والهادوي والحنفي والمالكي والحنبلي. جمهور العلماء يقول أنه يقضي، جاء من الخارج وقال كنت في بعض الأيام ما أصليش، نقول كم مدت كذا وكذا، قال مدت تأشر، لكن في بعض الأحوال قد كنت أصلي وفي بعض الأحوال لا أصلي، غاية الأمر يمكن ثلاثة أشهر صليت وثلاثة أشهر أو أشهر عندي كذا كذا صلاة، ما حكمه؟ قلوا إن قد كان على مذهب الجمهور فهم يقولوا أنه يقضي، إما مع كل فرض فرض يصلي الظهر الأداء ثم القضاء، العصر الأداء ثم القضاء، المغرب الأداء ثم القضاء إلى آخره، أو يتفرغ يوم واحد ويصلي الصلوات كلها طول الليل أو طول اليوم ويرتاح. هذا مذهب الجمهور. مذهب ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، وهو مذهب ابني الإمام الهادي، قالوا لا يقضي، بل يتوب توبة نصوحا ويندم على ما كان منه ويعزم على عدم العودة ويكثر من النوافل ومن ذكر الله ومن قراءة القرآن وغيره، وقد سقط عنه. لماذا؟ قالوا لأنه قد باء بإثم المعصية فما يكفرها إلا التوبة النصوح
ولا حاجة إلى القضاء. وهذا هو الذي رجعه مؤلف فقه السنة سيد سابق. لكن الأحوط والأرجح هو المذهب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى. لفظ دين الله يعم كل دين، ومن جملتها الصلاة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركت فريضة الحج ولم يحج، وهو مقعد لا يستطيع الركوب على الراحلة، وفي حديث آخر وقد توفي، أفيجزي عنه أن أحج عنه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك ينفعه؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. ما قالش نعم، أقضي عنه. أتى لها بعبارة عامة فقال: فدين الله أحق أن يقضى. في دين الله هذا يعم كل دين، فمن عنده صلاة لله سبحانه وتعالى، ومن عنده صيام، ومن عنده زكاة، فعليه أن يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى. بقينا: هل يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، أو بين الصلاتين المغرب والعشاء أو لا؟ خلاف طويل، وقد ألف العلماء فيه عدة مؤلفات. ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حدد لنا أول الوقت، أول الظهر وآخر الظهر، وأول العصر وآخر العصر، أول المغرب وآخر المغرب، وأول العشاء وآخر العشاء، فلماذا نجمع بين الصلاتين؟ ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها، ولا يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير ولا جمع سوري ولا شيء. وقال جماعة من العلماء، منهم ابن سيرين وفلان وفلان ومذهب الزيدية، إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا بدر، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا بدر، ففيه دليل على أنه لا مانع للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم يصلي الظهر والعصر قبل العصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، أو جمع سوري وهو أنه يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، فهو في الصورة جمع، وفي الواقع هذا في آخر وقته وهي ساعة ثلاث بعد الظهر، وهذا في أول وقته وهي ساعة ثلاث وعشر دقائق بعد الظهر، فهو جمع سوري. فعلماء الهادوية ومن وافقهم يقولوا بجواز الجمع بين الصلاتين، سواء قد كان جمع تقديم
وذلك بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو جمع تأخير، وذلك بأن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت العصر ويسمى جمع تأخير، أو جمع سوري يصلي الظهر في الساعة الثالثة بعد الظهر ويصلي العصر في الثالث والربع أو الثالث والعشر، فهو في السورة جمع وفي الواقع ليس بجمع. هذا هو دليل الهادوية ومن وافقهم القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر، إلا أن صاحب الأزهار قيد بكون مشغول بطاعة، مثل ما الذي بيدرس مثلا هو مشغول بطاعة، أو مباح ينقص التوقيت مثل الذي بيعمر سيكون أجرته أنقص عليه القسط مثلا. فقد شرط صاحب الأزهار لمن يريد أن يجمع بين الصلاتين بأن لا يكون مشغول بضاعة ولا بمباح ينقصه التوقيت. أما المتأخرين من الزيدية الهادوية فقد قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، فيصلون العصر في يوم الجمعة عقيب صلاة الجمعة، مع أن أكثرهم لم يكونوا مشغولين بضاعة ولا بمباح ينقص التوقيت. فالذي عليه الزيدية الآن ليس هو الذي قال به مؤلف الأزهار أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لمن قد كان في الحضر، بشرط أن يكون هذا الجمع ينقص التوقيت، ينقص الإجرة، أو مشغول بضاعة. أما الجمهور من العلماء القائلين بأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر